في 94 الأهلي خسر الدوري بقاله 3 سنين، وحسام حسن هداف الأهلي وهداف الكرة المصرية وهداف المنتخب، لكن في مباراة للأهلي مع المصري حسام بيرتكب خطأ فادح جدا ويتخانق مع ناصر التليس مدافع المصري، وهو خارج في غضب شديد جدا قلع الفانيلا بتاعت الأهلي ورماها. كان قرار إيقافه المشدد جدا. المشكلة اللي عملها حسام ظاهريا أو لبعض الأندية أو لكل الأندية باستثناء النادي الأهلي، موقف بسيط وبالكثير عقب اللعب ماتش أو ماتشين، هو وقفه لنهاية الموسم، كان موقف صعب جدا. وصلنا نهاية الدوري قبلها بشهرين، ألان هاريس طلب رفع إيقاف حسام حسن عشان قال لك أنا عندي نهائي. الكابتن صالح سليم طلب إنه ألان هاريس يقابل صالح عشان إنه يفك الوقف. قال لي قول له إنه هو لا يمكن حتى لو إنه هنكسب كأس العالم مش هارفع إيقاف. هنا بقى حينما تصطدم المبادئ الأهلي مع المصلحة الآنية أو مع البطولة، هنا الانتصار للمبدأ مش للبطولة. وفي اليمين مع النادي الأهلي ورمضان وجول رمضان جول وزيادة قدم والعادة بينية فيليب وليد مرة تانية رمضان وجول رمضان جول محمد رمضان وجول رمضان المتعلق رضا بينية أيمن شوي ومفيش استنفارة ومفيش وجول أيمن شوي أيمن شوي أربعة. في موقف تاني إبراهيم حسن كان حصل منه خروج في المغرب وضد جماهير المغرب، وبيضرش الأهلي في حاجة أنه عمل أي حركة للجمهور والكلام من ده. بادر النادي الأهلي بإيقافه لمدة 6 أشهر. الموقف ده بيضحكني ليه؟ لأن أنا حضرت مناقشة في اتحاد الكورة وهما بيتكلموا، فقالوا إذا كان النادي الأهلي وقفه 6 أشهر عايزين يقولوا أن الاتحاد مش عارف راحوا وقفينه سنة. محمد عبد الجليل ابراهيم مره ثانيه على حدود المنطقه ويجرب ابراهيم وشوطها